هذا رقم 8 استدرج الآخرين لفعل ما تريد. الكاتب بيقول ايه؟ بيقول حين تجعل الآخرين يفعلون ما تريد تكون لك السيطرة عليهم، والأفضل أن تغري خصومك ليأتوا إليك متخلين عن خططهم الخاصة. استدرج إليك بالمكاسب لتكون أوراق اللعبة في يدك، ثم هاجمهم وفرض عليهم إيه شروطك. طبعا الكاتب يعني متكلم في حاجات كتير جدا، ولكن أنا حبيت أن أنا أختصر الحاجات للخمس نقاط. استدرج الآخرين لفعل ما تريد. رقم 1، حين تستدرج الآخرين لفعل ما تريد تكون لك السطو عليهم لأنهم فعلوا ذلك بكامل إرادتهم ودون إجبار. دي نقطة مهمة جدا في القاعدة دي من كلام الكاتب. النقطة الثانية، استدرج الآخرين لفعل ما تريد. تذكر دائما فخ العسل للدببة، فإن الصياد الماهر عندما يطارد دب يضع له فخا مطعما بالعسل، والدب طبعا بيحب العسل، حتى لا يجهد نفسه أو يخاطر بحياته وينتظر حتى يأتي الدب إليه. لأن هو لو ذهب عشان هو اللي يهجم على الدب، طبعا ممكن ايه الدب يهيج ويثور ويبقى ممكن يتأذي يعني. القاعدة رقم 3، استدرج الآخرين لفعل ما تريد. تذكر دائما الحكمة التي تقول إن استطعت أن تجعل الآخرين يحفرون قبورهم بأنفسهم فلماذا نحفرها لهم. النقطة رقم 4 في استدرج الآخرين لفعل ما تريد، تذكر دائما أن جوهر السطوة أن تحتفظ بالمبادرة وتجعل للآخرين يستجيبون لتحركاتك، وأن تضعهم دائما في موقف الدفاع، فذلك يجعلك المتحكم بمقاليد الأمور والمتحكم بالسطوة. النقطة رقم 5 في القاعدة دي، لكي تصل لقمة الإتقان لهذه القاعدة عليك أن تتحكم بأمرين. بصوا، لو أنت طلعت بس من الكلام ده كله بالنقطتين دول زي الفل، مش عايز حي تاني، زي الفل فعلا يعني. رقم 1، لازم تتحكم فيه انفعالاتك، فلا تستسلم للغضب ابدا ابدا ابدا، ودي من اقوى وافضل القواعد في المناظرات. من الاخر كده خليك بارد او تعلم البرود، فاهمين بالبلدي يعني. رقم 2، الحقيقة لازم تتحكم فيها عشان تطبق القاعدة دي كويس جدا جدا، تلاعبك بميول الناس وخصوصا عند الاستفزاز والتضليل. ودي طبعا يعني في كتاب كامل فيها تقريبا احجار على رقعة الشطرنج، يعني اللي حابب يقراه انصحه ان هو يقراه يعني. تمام، عكس القاعدة، في بعض الاحيان يتوجب عليك ان تضرب سريعا وبعنف حتى تهين عدوك وتستنفذ طاقته، وبدلا من استدراجه اليك عليك ان تذهب اليه وتجبره على ما تريد، فذلك يدفعه للخطأ في تقدير الامور ويضعه في موقف الدفاع. واحنا زي ما احنا قلنا دايما ان الكاتب بيقول قاعدة وأوقات كتير جدا في اكتر من 95% بيقول منها عكسها، هي الفكرة ان هي مش قرآن منزل، هي الفكرة ان انت توصل للحكمة امتى تطبقها وامتى اعكسها، وبيدي لك قصص على تطبيق القاعدة وقصص على انتهاك القاعدة وقصص على عكس القاعدة كمان. الحكيم فعلا اللي هو بيطبقها في توقيت تطبيق القاعدة وعكسها، وتطبيق وتوقيت برضو اوجات انتهاكها، فاهمين كده الفكرة؟ طب يا عم انت ايه ده، استدرج الاخرين لفعل ما تريد وبتقول ده عشان تتجنب الصدمات في الاشخاص والمواقف، ايه الهدف في الحوار ده كله؟ بص، هو هنا لو احنا خدنا الجانب الايجابي من القاعدة هنقول ان في ناس بتستغل القاعدة دي في النصب، فلو انا عرفت الحيلة اللي بيعملوها هتجنب ان انا اقع في الفخ اللي هم عاملينه عشان ينصبوا علي، فهمت كده؟ فبالتالي اتجنب ان انا اكون ضحية لشخصية نصابة، سيكوباسية، ميكافيلية، سوشيوباسية، فاهمين كده؟ وبالتالي اتجنب التعرض للاضطراب ما بعد الصدمة اللي بينتج عليه فصام ثنائي قطب شخصية حدية وهكذا. خلاص، فهمتوا كده الفكرة من الموضوع؟ طيب، في القاعدة دي برضو هقول لكم قصة حصلت معينا شخصيا وازاي طبقتها بحذافيرها يعني. تمام، هقول لكم كمان التحليل النفسي وسلوك الاشخاص اللي بيطبقوها طبقوا القاعدة دي، هقول لكم بالبلدي كده نعمل ايه، هجاوب على اسئلة كتير جدا جدا جدا
زي مثلا انا لو طبقت القاعدة دي هشك في كل من حولي وهيكون عندي مبدأ المؤامرة. ازاي؟ ايه الاجابة على السؤال ده؟ سين اتنين، هل ممكن اطبق القاعدة هذه مع اهلي المقربين وامتى وايه المواقف على كده؟ سين تلاتة، ممكن تقول لنا البعد النفسي للقاعدة دي؟ سين اربعة، ازاي شياطين الانس بيستغلوا القاعدة دي؟ سين خمسة، انا ضحية لحد سيكوباسي ومتحكم فيا، ازاي اتخلص من سيطرته علي؟ خلاص، فيلا بينا نبدأ. يلا بينا، بسم الله والصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اهلا وسهلا بكم، انا طه الشاعر وهنا قناه هلساوي، القناه مهتمه بكل ما يخص الصحه تحت منصه الغذاء والدواء. ولكن الصحه النفسيه والامراض النفسيه والاضطرابات المزاجيه مهمه جدا جدا جدا، وزي ما عملنا استفتاء على القناه ان اكتر سبب من اسباب الاصابه بالامراض النفسيه والاضطرابات المزاجيه على حسب استفتاء الناس كان اكتر من 60% الصدمات في الاشخاص والمواقف. وازاي نتجنب صدمات في اشخاص ومواقف من وجهة نظر الشخصية؟ ان انا اعرف الحيل بتاعتهم، مش عشان انا اعملها، عشان اتجنب ان حد يعملها علي. فهمتوا كده الفكرة؟ في واحد اسمه بسمارك بيقول ايه؟ حين اضع الطعم لصيد الغزلان لا اطلق السهم على اول ظبي يأتي، بل انتظر الى ان يأتي القطيع بكامله. ودي القاعدة دي يعني انا شفتها بعيني مع ناس يعني في بلدتي. في واحد كان بياخد فلوس من الناس، واللي ياخد فلوس الناس يشغلها ويديلهم ارباح كبيرة جدا جدا، اكبر من اللي بتتاخد في البنك. طبعا بيعمل ده ويدي فلوس الناس كل شهر، يدي فلوس الناس، ده يجيب اخوه ابن عمه، حاطط ليه يا عم فلوسك في البنك، هاد ده فلان الفلاني ده بيدينا. فاهمين انتوا القصة؟ الراجل ده لم 40 مليون وفلت، تمام؟ ودايما في مثل بيقول ايه؟ حين يوجد الطماع يتواجد النصاب، وده استدرج الاخرين لفعل ما تريد. هو عايز يلم ال 40 مليون فلازم يديهم ارباح يطمعهم، فلما طمعوا ده هيجيب ده وده هيجيب ده. قصه مستريح اسوان برضه اللي انتشرت فتره على السوشيال ميديا هي نفس الكونسبت، وبتتعمل دايما يا اخوانا، وبتتعمل في التاريخ من زمان، وفي قصص كبيره جدا جدا عليها. ولكن الناس للاسف ما تتعظش، وفي ناس بتبيع حاجات اساسيه عندها بيوتها عشان تدخل مع فلان، وفلان ده يديها مكاسب كل شهر طبعا بدون ضمانات ولا بدون ما يثبت الكلام ده كله بتاتا. طبعا قصه صياد الدببه الماهر لا يطارد الدب، لان الدب المطارد يثور ويصبح عنيفا، بل يضع له فخا مطعما بالعسل وينتظر حتى تأتي بقية الدببة، أو حتى يأتي الدب بنفسه يعني، وبالتالي يصيده بسهولة بدون ما يقعد يطير وراه ويصطاده وكذا ويتأذي، يعني ممكن يتأذي شخصيا. خلاص، طيب تطبيق القاعدة زي ما قلت لكم من أكبر القصص عليها. بالمثال يتضح المقال، النصاب اللي حصل ده ولم الفلوس ويسافر على دولة أجنبية وهاجر يعني، ففكي برضه لو الناس اللي شافت فيلم كده رضا احمد حلمي مع منى شلبي والكلام ده كله، ان هي ازاي منى شلبي وجعت احمد حلمي واخواته اللي شبه بعض في شباكها، بالتعاون طبعا مع السايكولوجيست اللي هو كان احمد حلمي بيروح له عشان يحكي له المواقف والحياه اللي هو بيعدي بيها. فده يعني استدرجتهم، استدرج الاخرين لفعل ما تريد بالظبط. يا جماعه النصابين بيطبقوها بالحذافير، ومن ده بيسموها الصبر والأناة، ما بيبقى عندهم صبر وأنات غريبة جدا 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 يعني. تمام، نقلي لفقرة آخر. بصوا، هو أنا طبعا كنت يمكن بتكلم كده عن حياة شخصية ولكن ليها شواهد يعني. أني فترة من فترات خلاص قررت أن أنا هعمل قناة على اليوتيوب، والقناة دي لما توصل لعدد معين هبدأ أن أنا بعد العدد ده هبدا اقدم استقاله وانهاء تعاقد، تمام؟ وكنت عارف ان يعني في المدير زعلان مني في حته معينه ومتضايق مني، وطبعا هيعمل لي داون سايزنج، فانا حبيت ااكد له الحته دي، استدرج الاخرين اللي فعلا ما تريد. رحت له طبعا وقعدت اتكلم على الارقام بتاعتي وعلى شغلي وعلى الكلام ده كله، تمام، وطلبت منه ان انا اروح فرع اكبر من الفرع اللي انا شغال فيه، على اساس ان انا يعني مجهودي واجتهادي وانا كل ثقة بنسبة 100% ان هو هيعمل العكس تماما. انت عايز كده؟ طب انا هكيدك عشان اكسر انفك. فاهمين انت القصة؟
وانا جوايا انا عايز العكس. ليه عايز العكس؟ لان انا في الوقت ده بالاخص كنت محتاج وقت كبير جدا عشان ارد على الاسئله، ومحتاج مكان اشتغل فيه باقل جهد، وكمان ما يكونش عليا يعني ايه تارجت كبير والكلام ده، ما يكونش عليا صداع يعني بتاع الشغل، عشان اقدر اكمل على المحتوى واقدر اوصل للتارجت بتاعي اللي هو 10,000 مشترك اللي انا كنت حاطه في خلال سنه، عشان انزل نهائي واكون كده حققت اللي انا عايزه. فانا طبقتها باحترافيه كبير جدا 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 الحمد لله، ويعني وفيما بعد في المذكرات بتاعتي هكتبها تفصيلا يعني ان شاء الله باذن الله ايه اللي حصل فيها بالظبط بالحذافير بتاعتها. فاستدرج الاخرين الفعل ما تريد، انا طبقتها في الموضوع ده. رقم 4 في المفاوضات والاجتماعات، يعني من تطبيق يكون من الحكمة دائما أن تغرق الآخرين بالمجيء لأرضك أو أرض من اختيارك، حيث يكون لك وضعك وتضعهم في موقف الدفاع والوضوح لطلباتك. ويمكن دي أنا استخدمتها شخصيا في يعني كانت في مشكلة شخصية عائلية حصلت معايا، طبعا أنا مش هحكيها يعني، بس هو الحمد لله برضه طبقتها بالحذافير بتاعتها تيبيكال يعني زي ما بيقول الكتاب كده. رقم 5 من الناس اللي بتطبق القاعدة دي كويس جدا 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 السيكوباسي في بيئة العمل. الشخصية السيكوباسية من الشخصيات السامة وبيعملوها في بيئة العمل بصورة جدا ممتازة. طبعا اكبر شاهد او اكبر قصة او بالمثال يتضح المقال الحجاج بن يوسف الثقفي مع قائد الجند، لما هو راح مع قائد الجند وهو كان اسمه روح بن زنباع، وطبعا هو عايز يوصل لعبد الملك بن مروان، فهو دخل على اساس ان هو جندي، بعدين قال له انا عندي خبرة بكتابة الدواوين، طبعا كتب دواوين، بعدين قال له ايه طب دخلني على امير المؤمنين، بحيث انه حاطط في دماغه لما يدخل على امير المؤمنين هيعجب بيه، هيقربه منه، فبالتالي يتولى مكان روح بن زنباع ويوصل للغاية بتاعته اللي هو ايه عايزها. وكان دايما الحجاج يقول والله اني لا ارجع عن غاية الا ببلغها ولا ارتد عن عزم عزمت عليه. ومن بصوا من اعظم 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 القصص اللي قرأتها في التاريخ لاستدراج الاخرين لفعل ما تريد، يعني قصة سيدنا عمرو بن العاص مع ارطبون الروم في القصر، لما عرف ان هو خلاص ان ده اكيد عمرو بن العاص او احد وزرائه المقربين، فامر الجنود ان هم يقتلوه وخرج ان هم يرموا عليه حجر او كده، فحس عمرو بن العاص او في حد يقال ان في حد يعني اومى اليها او اشار اليه انه خلي بالك يعني هتقتل، فرجع له تاني قال له احنا وزراء 10 لعمرو بن العاص دايما لا ياخذ اي امر الا باستشارتنا، فاذن لي ان انا اروح اجيب لك العشرة واجي لك. طب خلاص تمام زي الفل، طالما بدل ما نقتل ده وحده اقتل العشرة. فهو ايه خلع يعني واستدرج الاخرين اللي هو استدرج ارطبون الروم ان هو يفعل له اللي هو عايزه، ان هو يمشي خلاص زي ما انا عملت في حتة ايه ان انا عايز اتنقل لفرع تاني اجل استرس واجل التارجت واقدر ان انا اشتغل فيه واجيب المطلوب باجل جهد ممكن، عشان محتاج جهد كبير جدا لتجهيز المحتوى وانا في الشغل، وبعدين جهد تاني لتصوير المحتوى. فهي دي الفكرة يعني. خلاص انتهاك القاعدة. بعض الاحيان عليك ان تضرب فيها سريعا وبعنف حتى تهين عدوك وتستنفذ طاقته وتدفعه للخطأ في تقدير الامور. ويمكن يعني اكبر مثال بقول ايه وتدفعه للخطا في تقدير الامور ويضعه في موقف الدفاع. اكبر مثال في التاريخ انا شايفه تاريخ الاسلام على تنفيذ القاعده دي او الجزء ده من القاعده اللي هو عكسها، ان انت تضرب فيها بسرعه وبعنف حتى تهين عدوك وتستنفذ طاقته وتدفعه للخطا في تقدير الامور وتضعه في موقف الدفاع، اللي هو بعد غزوة الأحزاب عشان الخيانة اللي عملوها غزوة يهود بنو قريظة، وغزوة بنو قريظة لخيانتهم العهد وتعهدهم مع مين؟ مع الأحزاب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه يا معشر المسلمين إن الله قد أمر نبيه ألا يضع السلاح حتى يسير إلى بني قريظة. الحديث من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. خلاص دلوقتي على طول تروحوا تفاجئوه
وتحاصروهم عشان هم كانوا عايزين يتعاونوا مع الأحزاب اللي هم قريش وغطفان وقبائل غطفان على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فيمكن ده الشواهد من التاريخ بتاعنا العربي والإسلامي. ومننا شخصيا طبعا الكاتب مستشهد بحيات كتير جدا جدا، ولكن انا مش حابب ان انا ادخل في مشاكل انجلترا والنمسا ونابليون والكلام الفاضي ده كله. كلام فاضي مش عشان حاجة، لا كلام فاضي على اساس ان مش هيبقى مفهوم. احنا لو احنا عملناه بحاجة من تاريخنا هيكون افضل وسهل. احنا عايزين الشاهد وعايزين الزبدة زي ما بيقال يعني. تمام. نيجي بقى للحكمة. الحكمة من تطبيق هذه القاعدة، اقول لكم ليس الغبي بسيد في قومه انما سيد قومه المتغابي. تمام. يقال ان المقولة دي لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. تمام. ويعني برضو من ضمن الحكمة ان هو طنش تنتعش. قاعدة حرف التاء، قاعدة حرف التاء، انا كنت عملت فيديو كامل تفصيلي عن الموضوع ده، اللي هو تقبل، تغافل، تجاهل، تغاضي، تعالي. تمام. فانت ممكن تعمل نفسك عبيط يعني. تمام. عشان توصل لحاجة معينة انت عايزها من اللي قدامك. فاهمين كده الفكرة؟ فيعني دي وجهة نظر بالبلدي. خلي بالك من الناس اللي ماشية بقاعدة اتمسكن لحد ما تمكن خلاص. يعني خلي بالك من الناس دي. في ناس كده بتظهر حاجات وبعدين تبطن حاجات تانية. تمام. خليك بارد في انفعالاتك ولا تستسلم للغضب، خاصة في المفاوضات والمناظرات. رقم 3، اعمل نفسك عبيط. طيب اعمل نفسك عبيط، دخل من ودني دي، طلع من ودني دي، خلاص. خاصة يعني ايه مع الناس المقربين ليك واللي ما ينفعش تخسرهم. طيب نيجي بقى للتحليل النفسي والسلوكي للاشخاص والمواقف. في تحليل نفسي ايجابي، في تحليل نفسي سلبي. طبعا دي من وجهه نظر الشخصيه وخبرتي وقراءاتي في مجال علم النفس والشخصيات. التحليل النفسي الايجابي في البيزنس، ممكن في المفاوضات، في البيع والشراء. يعني انت لو عايز تبيع حاجه معينه وحاسس ان انت ملهوف وعايز فلوس بسرعه هيبخسوا لك ثمنها، انما انت لا، انت بتبيعها عن غناوه فبالتالي ثمنها هيزيد، فخلي بالك من الحته دي. من التحليل النفسي الايجابي برضه ان انت تتجنب ان انت تكون ضحيه للجماعه. مين؟ زي اللي احنا قلنا عليهم من شويه، جماعه النصابين. دي قاعده النصابين، خلاص. التحليل النفسي الايجابي برضه ان انت تتجنب ان تكون ضحيه لجماعه المحتالين. تمام. اعمل لك واسوي لك واعمل لك وكذا، هدي لك فلوس كذا، هدي لك ارباح كذا، دخلك مشروع كذا، فايه ده محتالين ومنصبين تقريبا واحد. طيب التحليل النفسي السلبي اللي هم جماعه شياطين الانس، خاصه الشخصيه السيكوباسيه في بيئه العمل زي ما احنا اتكلمنا، وبتحصل كتير جدا جدا ان واحد يدخل فعايز ياخد مكان الاعلى منه او المدير بتاعه، فيبدا ايه يخطط للموضوع ده. الجماعه الدنجوانيين، والدنجوانيين الدنجوان ده اللي هو زي فيلم كده كده، انا بحبك ومعجبه بيك ومش عارف ايه وكده، وتجيب وتتسلى بيه عشان تاخد منه فلوسه. فهي دي الفكرة. وبرضو الدنجوان والنصاب فتقريبا معظمهم واحد. وقصة الممثل الامريكي ده اللي زوجته اتهمته بان هو بيضربها وبيعنفها ومش عارف ايه، وخدت منه فلوس 7 مليون، وبعدين اكتشف ان يعني استغلت طبعا الحاجات اللي هي ايه خاصة بحقوق المرأة والكلام ده كله، وبعدين طلع عكس الكلام ده، هو كسب القضية مرة تانية وخد منها 15 مليون. فيعني نحاول ان احنا نتجنب ان احنا نكون ضحايا لشياطين الانس من الشخصيات السامة، من الشخصيات ايه السامة. طيب انا لو طبقت القاعدة دي هشك في كل اللي حولي وهيكون عندي مبدأ المؤامرة. ده من اهم الاسئلة اللي جات. بص دايما احنا بنتكلم في الموضوع عشان ايه؟ نتجنب ان احنا نكون ضحية لشخصية سامة، خلاص. طيب طب انا ازاي ان انا اتجنب اكون ضحيه لشخصيه سامه وفي نفس الوقت برضه اتجنب لمبدا المؤامره ان انا ما اشكش في كل اللي حواليا؟ بقولها دايما وهقولها وافضل اقولها، اتمنى الافضل واتوقع الاسوء. اتمنى الافضل من الشخص انه يكون كويس وكده وتعامل معاه بنفس المبدا ده، ولكن اتوقع ان هو لو حصل منه حاجه، لان النفوس دايما متغيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك يا الله، ده افضل خلق لما بالك بنا احنا. تمام. توقع الأسوأ عشان لو حصل ما تتصدمش يعني. طيب سين 2، هل ممكن اطبق القاعده دي مع اهل المقربين؟
بص هو نعم ممكن، ممكن جدا. بل بالعكس يعني ان انت هتجنبك دخول في صراعات وجدالات يعني ممكن تؤدي ان بيتك يتخرب اصلا خلاص. فهي دي الفكره يعني في الموضوع، وخاصه حته طنش تنتعش دي، وقاعده حرف التاء اللي هو التقبل والتغافل والتجاهل والتغاضي والتعالي. لان انت لو في حياتك الزوجيه او مع ابوك وامك واخواتك هتوقف على الواحده مش هينفع يعني تمام. هتلاقي نفسك خسرت حاجات كتير، وممكن خسرتهم هم وخسرت نفسك كمان. ممكن تقول لنا البعد النفسي للقاعده دي؟ بص هو اكبر بعد من وجهه نظري ان هو حته الاضطراب ما بعد الصدمه، ان انت ممكن تتصدم في الشخص، وده حصل معانا شخصيا يعني. انا صدمت في اشخاص كتير جدا يعني، حتى انا كنت قلت قبل كده في قاعده بتاعت الاصدقاء يعني، لا تثق في اصدقائك كثيرا وتعلم ان تستفيد من اعدائك، يعني صدمتين بس يكفوا. اللي حابب يشوف القاعده دي، وصدمه حصلت في 2010 وصدمه حصلت في 2020، ومن اكتر الناس المقربه ليا اللي تبنتهم. فبس فهي برضه نفس القصه، ان هو ان انت تتصدم ان شخص معاك وحبيبك وتمام وكل حاجه، وداخل معاك شريكك عشان ينصب عليك، عشان يستغلك، فاهمني؟ شخص بيحبك او بيحبك وعامل ان هو انت هتكون مراته وحبيبته، وبيستغل ده عشان ايه؟ يعني يعمل علاقة غير شرعية معاك، وبالتالي يفلت والكلام ده وانت تتصدمي تمام. فهو ده الكونسبت يعني من الموضوع. سين 4، ازاي شياطين الانس بيستغلوا القاعدة دي؟ بص هو موضوع شياطين الانس يستغلوا القاعدة دي ازاي يعني، انا هقولها باختصار، ولكن في حاجة اسمها التجويع العاطفي، في حاجة اسمها التحكم في الادارة، التحكم في الاموال، وبرضو احجار على رقعة الشطرنج يعني كله ده بيحطوه عشان يستغلوا الحاجات يعني القاعدة دي، ويطبقوها وبيطبقوها بحرفية عالية جدا 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 يعني تمام. وغالبا ما بتكونش انت اول ضحية يعني. فاللي حابب يقرأ الكتب دي او يبحث عن التجويع العاطفي او كتاب احجار على رقعة الشطرنج هيستفيد يعني من الموضوع ده، عشان يتجنب ان هو يكون ضحية مرة تانية. سين 5، انا ضحية لحد سيكوباسي ومتحكم فيه، ازاي اتخلص من سيطرته عليه؟ بصوا موضوع السيكوباسي للاسف، السيكوباسي ده من 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 افظع انواع الشخصية تمام. وفي فيلم، وفي مش فيلم ده، افلام وفي مسلسلات اتعملها، بس هو للاسف برضه لم تعطيها حقها يعني من الجانب ازاي ان احنا نتجنب ان احنا نكون ضحيه لشخصيه سيكوباسيه. فازاي اتخلص من سيطرته علي؟ يعني لازم يبقى فيه تفاصيل، التفاصيل اللي هو الشخص ده بيتحكم فيك ازاي، الشخص ده قريب ولا بعيد، الشخص ده يعني زوج، زوجة، اب، ام، اخ، اخت، ولا حد في العمل، ولا حد لاف ستوري، ولا يعني تمام. فالمواضيع فيه تفاصيل دقيقة، ولكن من القراءة على الشخص السيكوباسي ونحن نتأكد ان هو فعلا سيكوباسي، وكمان نعرف موقفنا من الاعراب، احنا نقدر نستغل انا شخصية ديبندنت، انا معتمد عليه ان هو مصدر دخله وكده، ولا شخصية اندبندنت وعندي مثلا حد يقدر يقف في وشه وعندي مصدر دخل بتاعي، لان السيكوباسي مش هيسمع عليك يعني ما فبس فهي دي الفكرة في الموضوع. فليها حيثيات كتير جدا جدا. اتمنى ان انا اكون جيت في نهايه القاعده ووضحت حاجات كتير، اتمنى ان انت قدرت توصل معايا ازاي ان انت تخلي بالك جدا جدا من في تعاملاتك مع الاشخاص في المواقف، عشان ما تتعرضش للاضطراب ما بعد الصدمه. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اقول لكم 100 100 سلام على كل الهلسويه اللي منتمين لقناه الهلسوي بيتابعونا هنا على القناه، وما تنسوش دعمنا على قناتنا باللغه الانجليزيه، فعلا يعني الحس ان هو دايما بيستفيد مننا اكبر دعم يعمله لي انا شخصيا الاشتراك، تفعيل الجرس على قناتي التانية باللغة الانجليزية. باي، السلام عليكم.